مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناتنا مطبخ بهاء وفوفا. فيديو جديد بوصفة جديدة، وكل عام وانتم بخير. أجل العيد، فحبينا نقدم لكم اليوم هذا البسكويت الشهي. عملنا لكم اليوم أحلى وألذ بسكويت للعيد، جدا سهل ومكوناته بسيطة، وكمان شكله يشهي وياخذ العقل، خصوصا مناسب إذا أنتم راح تحطونه على طاولة الحلويات تبع العيد، أو مع توزيعات للأطفال، أو مع القهوة، أو كمان مع الآيس كريم. فخليكم معنا لحتى تشوفون مقادير وصفتنا لليوم. كوب وربع طحين، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة، ملعقة صغيرة فانيلا، نص كوب زبدة، ملعقة طعام من الكاكاو، وحبة بيض. أول شي بالزبدية راح نحط الزبدة، وأضفنا عليها السكر البودرة، وراح نبدأ بخفقهم بالمشبك الكهربائي لحتى يصير عندنا الزبدة والسكر تصير تشوفونها هشة. شوفوا بهذا الشكل صارت ممتازة. احنا اضفنا الكوب الدقيق، هذا اللي احتجناه، ما احتجنا للربع، بس كوب. فتضيفوا الدقيق بالتدريج حسب نوع الدقيق الموجود عندكم، وطبعا لا تنسون إضافة الفانيلا والبيكنج باودر، ونبدأ بعجنهم بإيدنا شوي شوي. خفقنا حبة البيض وراح نضيفها، ونبدأ بعجنهم بإيدنا بس مو عجن قاسي، شوي شوي. أخذنا ملعقة الكاكاو وأخذنا جزء من العجينة وراح نعجنها بيها لحتى يصير لونها يتغير. وهذا القسم الثاني أضفنا عليه ملعقة دقيق، شوفوا هذا الفضل الربع كوب، فأنتم أضيفوا الدقيق بالتدريج. العجينة لازم تكون طرية بس ما تلزق بالإيد، شوفوا هاي هي شكلها وقوامها جدا مناسب وتمام. وها شوفوا اللي عملناها بالكاكاو وهذا شكلها. أسع راح نرش على الرخامة أو على البلاستيك دقيق وناخذ العجينة، والحين راح ناخذ الشوبك ونبدأ بفردها هذا الشكل. طبعا ما لازم تكون جدا رفيعة ولا جدا ثخينة، تقريبا يعني ارتفاعها نص سنتي. احنا حطينا هون صورة خروف علشان يعني ننفذ منها، ممكن كمان انتم تحطون صورة علشان تعملون. اخذنا القالب هذا وبدأنا بتقطيعها، الحجمها حسب رغبتكم، احنا عجبنا هذا الحجم. شوفوا قطعناها واسع نشيل الزائد. اذا ما كان متوفر عندكم القالب هذا ممكن بكاسة تقطعونها او كوب. هسه اخذنا صينية الفرن او الصينية اللي راح نشوي بيها، وراح نحط عليها اللي قطعناها البيضة العجينة. وهسه راح نحاول نعمل بالسكينة بالعجينة هاي اللي بيها كاكاو لحتى نعمل مثل راس خروف. ممكن تعملون نفس الطريقة الاولى او هيشد ترسمون شكل بيضوي وبعدين تعملوا لها اذانات وتشيلونها وتحطونها على العجينة البيضة. إذا كان عندكم قالب فهذا أفضل. شوفوا يعني عملنا الخواريف بهذا الشكل، الحين نشيلها وبعدين نحطها على العجينة البيضة. يعني براس السكينة كذا نحاول شوي نخليها تلصق بالعجينة البيضة، نثبتها يعني. شوفوا بهذا الشكل راح نحط عليهم من العجينة البيضة، نعمل
كرات صغيرة علشان تكون مثل العيون. ممكن كمان تاخذون من العجينة اللي فيها كاكاو تعملون كرات مثل شعر، يعني تفننوا انتم فيها. اعملوا على اشكال خواريف، خلوا اطفالكم يجون يعملون معاكم، جدا فيها متعة وتسلية، وجدا شكلها صراحة جميل. شوفوا بهذا الشكل، جدا جميلة طلع شكلها. إن شاء الله تكون طبعا الطريقة سهلة. هذا الشكل البيضاوي اللي قطعناه، الحين راح نشيله وكمان نحطه، نثبتها شوي شوي براس السكينة. وهاي العيون، وأضفنا كمان كرات مثل شعر يعني. هاي هي الخواريف اللي عملناها، وباقي العجينة راح نفردها بهذا الشكل اللي انتم شفتمه. أول شي فردنا العجينة البيضة، وأسع راح نفرد كمان العجينة اللي بيها كاكاو. شوفوا بهذا الشكل فردناها، والحين راح نحطهم فوق بعض بهذا الشكل اللي انتم شفتمه. الحين طبعا بعد ما حطيناهم فوق بعض راح نرجع نفردهم كمان شوي. هذا الشكل شوفوا كيف. الحين راح نبدأ نلفهم نفس ما انكم شايفين. هاي طريقة جدا سهلة، وكمان شكلها ياخذ العقل، يهبل جدا جميلة. شوفوا كيف صار رول. الحين راح ناخذ السكينة ونبدأ بتقطيعه. شوفوا الألوان طبعا، الكاكاو والأبيض جدا جميلة. هذا الشكل قطعناها. شوفوا لما قطعناها هذا شكلها، نعدلها طبعا شوي بهذا الشكل بإيدنا، ونحطها بصينية الفرن. الفرن متوسط 180 درجة من 7 إلى 10 دقائق لحتى تتشقر شوي وتاخذ هذا اللون الجميل، طبعا مع المراقبة. وبهذا الشكل تكون طاولة العيد راح تتزين بهالبسكويت اللذيذ ياخذ العقل. مثل ما قلت لكم، ممكن إذا عملتم توزيعات للأطفال تحطون في البسكويت على أشكال خواريف، جدا جميل وياخذ العقل. وكمان حبينا نقدم مع الآيس كريم أو القهوة العربية نفس ما أنتم تحبون. يعني شكلها جدا جدا يعني يهبل بصراحة، وكمان طعمتها تاخذ العقل. أتمنى تجربونها، جدا لذيذة، إن شاء الله تعجبكم. وأنا متأكدة إنه هاي الوصفة راح يسألونكم عنها كل من راح يذوقها ويجربها، شكلها ياخذ العقل وطعمتها جدا لذيذة. هاي الوصفة الجميلة اللي احنا عملنا لكم إياها، إذا عجبتكم طبعا أكيد لا تنسونا من دعمكم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وكمان إذا حابين تنتسبون معانا بقناتنا، وشاركوا هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس علشان يتعرفون على هالوصفات اللذيذة، وخبرونا بالتعليقات عن التحضيرات الحلوة اللي عملتمها للعيد. وأتمنى إذا حابين نفس الفيديوهات اكتبونا بالتعليقات، ومع السلامة.